بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة عن ازاي تشوف ستوري سناب شات من غير ما الشخص التاني يعرف. ندخل على السناب شات ونروح للستوري من هنا، بتعمل ريفريش للستوريز اللي عندك وتستنى دقيقة مثلا عشان الستوري يتحمل. بعدين بنروح على الاعدادات من هنا، تدخل على وضع الطيران، تعمل وضع طيران للموبايل، بعدين بترجع ورا بنروح نشوف الستوري اللي هي دي كده. انت شفت الستوري بتاع الشخص ده. بعد ما بتشوف الستوري بتطلع بره وتقفل البرنامج خالص. بعدين بنلغي وضع الطيران، نفتح الواي فاي عادي، بس برضو بتبقى مستني دقيقة برضو بعد ما بتشوف الستوري كده. انت شفت ستوري الشخص ده من غير ما الشخص ده يعرف. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك الفيديو وتشترك في القناة وتشوف بقى الفيديوهات.